خلوني اخد السيد المستشار اشرف عبد العزيز محامي والمشرف القانوني على الامور الخاصه بمحمود كهربا. يا استاذ اشرف مساء الخير. محمد ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك. عامل ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. بقول لك انا امبارح احنا كنا بنشجع كلنا المصريين كلهم الاهلي، فتلاقي صوتي فيه سنه رايحه. انا اسف طبعا، انت كلمتني امبارح وانا يعني كنت يعني ده انا لقيتك صوتك رايح اكتر مننا كلنا. تماما طبعا انا مش عارف يعني يعني ابارك لجمهور النادي الاهلي ولا اقول لهم هارد لك للعيبه والجماهير العظيمه. هو احنا بنبارك المشاركه والنجاح والاداء وهارد لك على النتيجه. جماهير النادي الاهلي العظيمه، اللاعب رقم واحد يعني بجد. عايز اقول لك لما فرقه توصلك انك تبقى ترند في صحف العالم بانك نادي القرن الافريقي بيلاعب نادي القرن الاوروبي وفي العالم، خد بالك ريال مدريد نادي القرن في العالم، ده كله في العالم. لا ريال مدريد كمان نادي القرن في العالم مش بس في اوروبا، يعني على مستوى العالم طبعا. فيعني وصلنا ان احنا حسينا في لحظات في المباراة نفسها ان احنا ممكن نتعادل كمان بعد جول علي معلول. حاجة يعني تبسط كل اهلاوي وتبسط كل الشعب المصري كمان. تمام. وخد بالك كل فئاته، عارف، زمالك، اسماعيلي، مصري، محلة، مقاولين، اتحاد. بس انا يعني هختص جمهور الاهلي بالجملة دي، ده الاهلاوية مش عاجبهم ان الاهلي بيلعب على برونز كاس العالم. طبعا لان احنا تقدر تقول يعني حصلنا على البرونزيه يعني اكتر من يعني ثلاث مرات تقريبا. ثلاث مرات، وخد بالك دي الرابعه والثالثه على التوالي. لو حصلت ده ما حصلتش في التاريخ. دي الثالثه على التوالي، ما حصلتش في التاريخ. خد بالك ان حد ياخد ميداليه طبعا ثلاث مرات ورا بعض يعني. فاصبحت البرونزيه بالنسبه لنا الحلم كان يعني الذهبيه ونوصل للنهائي. وطبعا بنبارك طبعا للهلال السعودي لوصوله النهائي طبعا، وان شاء الله ربنا يوفقه قدام ريال مدريد باذن الله يا رب.